لكن طلعوا لنا الجماعة بعد ذا قالوا علامات الساعة وبتجيه ما تعرف وتطلع الدابة. الدابة ايه يا اخي؟ الدابة ايه؟ الناس كلهم الله يبعثهم من الغياب وقوموا يدبوا. لا تطلع دابة عندها يضنين وعندها ايه، ويطلع المسيح الدجال وين، ويطلعوا ما ياجوج وماجوج يجونا من وين، ويجينا ما تعرف ايش. كل يا اخوانا كل الاحاديث دي الان اي حد بينقد الحديث الان كل اللي هو كلام فقط. بعدين يقول لنا عذاب القبر، ونحن ما بناخذ الانسان للقبر، روح الانسان بتسب تخرج منه، بناخذ البودي من الجسد. الجسد ده ما بيعاقبه يوم القيامه، ما بيعاقبه الجسد. اذا نضجت الجلود في النار بيبدل الجلود. دي مويه يا اخوانا 60% مويه، والباقي انتوا عارفين صاروا اطباء يا اخوانا. وخدتين جوا القبر، قالوا جاتوا الملائكه، قالوا نحن نمشي كده وتجي الملائكه ضرب وخبط. هو الملائكه معمولهم يا اخي محكمه كبيره كده، ويجيبوا المحكمه يعني يحاكموا الراجل ده يعني. يعني الدين عندنا ما كده، ما الناس ما عندهم وعي اصلا، ضللونا ضلال عجيب. ده كله لازم يتجدد يا اخوانا عشان الناس يعرفوا. بعدين يا اخوانا الشعائر دي، الصلاه، الصلاه والصوم حد، هاكد لكم انا بسأل ناس كثيرين، انت بتعمل كده يعني ايه؟ والله ما اعرف. قالوا عملوا كده كده يعني ايه؟ كده كده التحيات دي يعني ايه؟ ما اعرف. الله السلام عليكم، سلم على مين؟ والله ما اعرف. ماشي الصفا المروه، الصفا والمروه سبع مرات، ما عارف يعرف سبع يعني ايه؟ ما اعرف. والله بتشيل ما تعرف الجمرات تضرب دائما، ولد الشيطان الصداع في مكه هنا بالله، ونحن نصلي على الشيطان بالله. شو اللي بشر يا اخوانا؟ ما يفهموا يا اخوانا. هي الصوفيه اصلا قامت عشان تبطل الظاهر. السلفيين دي طبعا ما مشغولين بالقضايا دي، وبعد صلاه الظهر كلكم تذهبون الى الرمي حتى لو قتلت بعضكم بعضا. لو جات اميره كده ورحت من البتاع مت السنه دي، السنه الجايه تموت. لا يا اخوانا، والصلاه صلاه البتاع، لا حول ولا قوه الا بالله. بس ده شغلهم يعني، ده سلفيين الصلاه. زمان كانوا قليلين الناس يعني، الان بقى مليونين، ما يهمش بس المهم ولو يموتوا يعني. هلا الذكر ده يا لطيف يا لطيف يا لطيف، سبحة 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 سبحة، ما عنده أي معنى يا إخوان، كلام ما عنده أي معنى يا إخوان. لو واحد قال لي يا فلان بتنبي، لو قال لي يا فلان يا فلان يا فلان عايز ينبهني، لكن لو بقى واقف أمامي وقال لي يا فلان يا فلان حسين 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 حسين، فأنا بخاطب لطلاب علم بيشغلوا في عقولهم يا إخوان. والله الأحاديث والبتاع كثير. بعدين شيء ثاني، عيسى، منتظرين عيسى. لما يجي عيسى مش الامريكان ديل والاوروبيين والروس والكمان والصينيين ديل، لا لا لا، ده حيقتل كل الخنازير ويكسر كل الصلايب ويقلبوا لنا كلهم، يجونا كلهم تحتنا بالله. ويجي نبي ما قالوا ما في نبي، لا يعني يدوه رتبه كده يا مولد ديموشن. وجد بين المسلمين من يصدع بهذا ويجيز انتقال المسلم الى دين الاخر، ومن ذلكم الترابي واسمه حسن ابن عبد الله الترابي سوداني، برأ الله السودان واهلها منه وجمع خواصهم وعوامهم على ما يحبه الله من الاسلام والسنه، فالسودان واهلها ابرياء من هذا الفاجر الكافر الملحد. ونحن نقولها الان امامكم، وقد قلناها في مجالس، كافر كافر ملحد ولا كرامة عين، ومن نافح عنه وهو يعلم حاله فهو مثله الا ان يتوب. فذلكم الرجل ان مات على ما هو عليه من الالحاد والزندقة، إذا مات على هذا دون توبة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.